جهود أممية وأخرى إفريقية للوساطة بين أطراف الأزمة السودانية وتلويح بالتصعيد من تجمع المهنيين السودانيين في مواجهة قرارات قائد الجيش السوداني. وسط مطالبات باستقالة وزير الإعلام، لبنان يؤكد حرصه على أفضل علاقات مع السعودية، ووزير التربية يؤكد للجزيرة أن واشنطن تجري اتصالات مع الرياض وهي متمسكة ببقاء حكومة ميقاتي. قمة العشرين تختتم أعمالها بالاتفاق على الخفض الكامل للانبعاثات الحرارية بحلول عام 2050 وتقديم مزيد من الدعم المالي للدول الفقيرة لمواجهة آثار التغير المناخي والقيام بمزيد من الجهد خلال العقد الحالي في ملف المناخ. بنت يتحدث عن حرب باردة تخوضها إسرائيل مع إيران بالتزامن مع انطلاق مناورات للوقوف على جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية في مواجهة حرب متعددة الجبهات. إيران تشير بأصابع الاتهام إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم السيبراني على محطة البنزين وتقول إنه يشبه هجمات سيبرانية سابقة نفذتها ضدها. هذه أبرز المحطات التي سنتوقف عندها مع مراسلين. أهلا بكم إلى هذه النشرة. دعت لجنة المعلمين السودانيين في بيان لها المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من اليوم الأحد. من جانبه أعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف، دعوة تأتي تزامنا مع الحديث عن وساطات أممية وأفريقية مع فرقاء الأزمة بالسودان. حول هذا الموضوع معنا الآن من الخرطوم مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أسامة، إلى أين وصلت الجهود المتعلقة بالوساطة؟